رواد ترسخت موسيقاهم في ذاكرتنا الجماعية. في أربعينات القرن العشرين وفي خضم ازدهار النهضة المعاصرة الثانية للموسيقى والأغنية العربية الكلاسيكية في القاهرة التي تلت مرحلة النهضة الأولى للقرن التاسع عشر، بدأت تتفتح بين لبنان وفلسطين ملامح تكون البذور الأولى لولادة الشخصية المميزة للأغنية العربية المشرقية عبر جيل كان في مقدمته الفنانون فيلمون وهبي من أولى المنى وسامي الصيداوي. في هذا الوقت كان ينمو ويترعرع في لبنان بعض أبناء الجيل الثاني الذي سيتولى فيما بعد، أي منذ مطلع الخمسينات، مسؤولية مرحلة النهضة الكبرى للغناء والموسيقى في المشرق العربي. وكانت قد اجتمعت على أرض لبنان على إثر نكبة فلسطين عام 48 مجموعة من الموسيقيين بين ملحنين وعازفين ساهموا في إرساء النهضة الكبرى للموسيقى والغناء في المشرق العربي التي ستملأ عقود الخمسينات والستينات والسبعينات. صبري الشريف الفضل الأكبر. الفضل الأكبر يعود إلى رئيس الدائرة الموسيقية في إذاعة الشرق الأدنى المخرج الفلسطيني صبري الشريف. وهنا لابد من ذكر شهادة الراحل الكبير منصور الرحلاني فيه، إذ يقول: أريد أن أشهد للتاريخ أن لصبري الشريف هذا الرجل المبدع فضلا عظيما على الموسيقى اللبنانية. وهو لاحقا جاهد كثيرا مع رفاقه لنقل مكاتب الإذاعة وميزانيتها الضخمة إلى بيروت لقناعته بإمكان تحقيق أعمال فنية هامة انطلاقا من لبنان. وفعلا بعد انتقال مكاتب الإذاعة إلى بيروت احتضننا عاصي وأنا وتوفيق الباشا وزكي نصيف وتوفيق سكر وشلة من المثقفين موسيقيا. حصبة الخمسة. الأسماء التي ذكرها الرحباني تعود للعناصر اللبنانيين في هذه المجموعة، فقد كان يضمهم ما عرف يوم ذاك باسم عصبة الخمسة، وذلك تيمنا بلقب عصبة الخمسة الروسية التي كانت تضم كبار الموسيقيين الروس في نهاية القرن التاسع عشر، الذين استطاعوا أن يجعلوا من موسيقاهم القومية موسيقى عالمية. اتجه هؤلاء الخمسة في موسيقاهم اتجاها قوميا معتمدين في مؤلفاتهم على الفلكلور والألحان الشعبية، مستمدين منها عناصر ألحانهم التي صاغوها بعبقريتهم لتصبح أعمالا قومية ترتقي إلى مكانها اللائق. كان الفنان زكي نصيف أحد أبرز مؤسسي هذه الحركة الموسيقية، فهو ساهم منذ نهاية ثلاثينيات القرن الماضي في وضع الأسس والمقاييس التي تعتمد الموهبة والعلم والكفاءة كمعايير لأي عمل فني موسيقي ناجح. زكي نصيف والفلكلور. كغيره من أعضاء عصبة الخمسة، انشغل زكي نصيف بالفلكلور واشتغل عليه،
بل لعله الأغذر في صياغة لوحات ومؤلفات مخصصة للدبكة والرقصات الشعبية، تتخطى في معانيها خبطة القدم ولحمة الأكتاف إلى عناق الأرواح في سيمفونية حب وبطولة تهلل الحياة وتحيي قيمة العمل وتبشر بالخير الوفير. هذا العاشق القروي حتى النخاع لا يملك ترك الاستغراق في النجوى والانغماس في الخيال وحده، فيما تدعوه الأرض في كل حين إلى أشواق تربتها ليغني لها أهازيج الثمر. زكي نصيف وفرقة كركلة للرقص الشعبي. حمل زكي نصيف عدة ألقاب، منها أبو الفولكلور، شيخ الفولكلور. لست أدري إن كان السبب وراء منحه هذه الألقاب معروفا لدى جميع الناس. لن أتطرق هنا إلى مهرجانات بعلبك أو إلى مهرجانات الأنوار أو غيرها، ولكنني سأسلط الضوء على أمر مجهول حتى لدى العالمين بشؤون الفن عامة وبالفولكلور خاصة. سأتحدث عن مساهمة زكي نصيف في صياغة عدد هائل من اللوحات والمؤلفات المخصصة للدبكة وللرقص الشعبي التي تقبع في أرشيف فرق الرقص الشعبي، والتي لا يسمح بنشرها لأنها ملازمة لمسرحيات معينة وقد تم تأليفها وخصيصا لهذا الغرض. بالتالي لا يمكن الاستماع لهذه الأعمال إلا من خلال حضور المسرحيات التي تقدمها هذه الفرق. إذا حصرنا بحثنا بما قدمه زكي نصيف لفرقة كركلة بالذات، وهي الفرقة الأولى للرقص الشعبي في العالم العربي، سنجد أنه خلال الفترة ما بين عامي 72 و 90 قد شارك في التأليف والتلحين للمسرحيات التالية: اليوم بكرة امبارح، غرائب العجائب، الخيام السود، طلقة النور، حكاية كل زمان، أصداء، حلم ليلة شق. شخصيا اطلعت على كافة هذه الأعمال كوني من المهتمين والمتابعين للفولكلور، وأجد أنها باكورة الأعمال التي قدمها الفنان الراحل خلال مسيرته الفنية الطويلة، ولكن للأسف فهذه الأعمال مجهولة. الشهادة الوحيدة التي سأذكرها في هذه الندوة نظراً لضيق الوقت ستكون للفنان عبد الحليم كركلة مؤسس فرقة كركلة، الذي يقول: يقول كركلة: زكي نصيف نبع بحد ذاته، تأثر الجميع بجملته الموسيقية بشكل أو بآخر، هو انعكاس شعبي لكل الحالة التراثية بكل معنى الكلمة، هو ابن الأرض والعرس والموال والعزاء وما يمثل ذلك الزمن من قيم، وبالتالي لن تستطيع الأجيال القادمة أن تأتي بزكي نصيف آخر. هذا الكلام لعبد الحليم كركلة. ويضيف كركلة: لقد تبنى زكي نصيف الفولكلور بشكل عام ومشروع كركلة بشكل خاص، وكان همه أن ينجح هذا المشروع ويكمل مسيرته. وخلال 18 عاما من العمل المشترك لم يطلب مني أي بدل مادي رغم صعوبة وضعه المادي. قال لي: أنا سأعمل والمطلوب منك فقط النجاح. ولابد من الإشارة إلى أن زكي كان مسؤولا عن حالة كركلة
وكان أحد دعائم نجاحها. طبعاً الكلام مازال لعبد الحليم كاراكلا وليس لي. يخطب كاراكلا فيقول: لولا هذا الإنسان قد لا يكون كاراكلا مثل ما كان وأصبح الآن. زكي نصيف، رائد التجديد والتهديد. لا نجافي الحقيقة إذا قلنا إننا في مئويته نحتفل بمئوية موسيقى المشرق العربي، ونكرم صاحب أسلوب ومدرسة تلحينية تأثر بها جيل لافت من الملحنين والمطربين، ترتكز على فكر تلحيني شكل اتجاها موسيقيا طبع الموسيقى بطابعه. زكي نصيف مشروع موسيقي اتخذ من الموروث الشعبي منطلقا للتحديد الذي يرتكز على الأصالة وليس على لعبة أسلوبية لجأ إليها للتميز وحسب، مستلهما من أساليب الغرب ما يلائم الذائقة المشرقية دون المساس بالهوية، في توليفة موسيقية صاغها من صميم مكوناته الذاتية والاجتماعية والثقافية والوطنية. قدم زكي نصيف ألحانا للريف تعزفها المدن، تحاكي طبيعة القرى وتستقي من موروثها القيمي أمثولة الموسيقى ووظيفتها التي تهذب النفس وترتقي بالإنسان.